قاسم الشبري باحث اثري مدير مركز دراسات وابحاث التراث المغربي البرتغالي بوزاره الثقافه. احنا يعني للتو انتهى خطاب صاحب الجلاله نصره الله خطاب العرش الذي يعتبر يعني هو خطاب لا ينتظره فقط الشعب المغربي وانما العالم كله ينتظر خطب صاحب الجلاله وبصفه خاصه خطاب العرش لما له من دلاله سياسيه كبيره. يصعب تلخيص يصعب الحديث بعد صاحب الجلاله ويصعب تلخيص خطاب صاحب الجلاله ولكن بغيتنا نلتقط اشارات قويه في خطاب جلالته. هو فاش الحديث عن عنصر الشباب والدور ديال الشباب في المجتمع كنعرفوه كلنا وبناء المجتمعات وكانت فرصه باش يعرج ويذكر المغاربه ويذكر العالم انجازات المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر 2022 واللي كان فيها أول مرة شي بلد من رفقاء المغرب يوصل لربع النهاية وكان على باب الوصول إلى نصف إلى وصل النصف كان على باب أنه يوصل حتى للنهاية ولكن الشيء بالشيء يذكر وخطاب جلالته يعني كانت فرصة كذلك اللي يهضر على الابداعات ديال الشباب والمنتخب المغربي وحنا مقبلين غدا الخمسة الصباح غادي نفيقوا باش نتفرجوا للمنتخب النسوي كاس العالم استراليا ونيوزيلندا كانت فرصه لجلالته باش ذكر بواحد النقطه اخرى اللي كنلتق فيها انا كنلتقطها وهي ديال الجانب ديال الحفاظ على القيم والاخلاق اللي كتدخل في اطار التراث الثقافي اللامادي ديال المجتمع المغربي واللي كتكون جميع المجتمعات كل بلد عنده قيمه وعنده اخلاقه وعنده تراثه الثقافي كانت فرصه باش ينبه الشعب الى اهميه الحفاظ على والتمسك بالقيم وبالاخلاق النبيله وديال التراث الثقافي اللي جمعت كتكون الهويه ديال هذه الامه المغربيه وفي نفس الوقت من خلالها كذلك مباشره في اطار هذه القيم النبيله والاخلاق والشرف والنخوه المغربيه كيصافط كما دائما في جميع خطاب جلالته خطاب قوي للشعب والقياده الجزائريه باليد المندوبه كما عهدناه في جلالته في اليد الممدوده نحو الجاره الشرقيه الجزائر لعل الله يهديهم باش يعاودوا يشدوا معنا الطريق ونبقاو خوال لان احنا مشتركين في الدم مشتركين في اللغه مشتركين في الثقافه مشتركين في الوضع الجيوسياسي مشتركين في واحد العدد ديال الحوايج بركه علينا من هذه الصراعات الخاويه بركه علينا من هذه الصراعات والدسائس الفارغه التي تخدم الاعداء ولا تخدم بتاتا مصلحه لا الشعبين المغربي والجزائري ولا منظومتنا الاقليميه المغاربيه ديال المغرب الكبير يعني ديال شمال افريقيا ولا ديال افريقيا كقاره ولا ديال المنظومه الاسلاميه والعربيه كذلك. محمد بن حروبه رئيس فعاليات المجتمع المدني للمدينه الجديده اليوم حاضرين في اطار بمناسبه الذكرى 24 لتربع صاحب الجلاله نصره الله على عرش اسلافه المنعمين بهذه الذكرى العزيزه على قلوب جميع المغاربه كنأكدوا الروابط ديالنا مع العرش العلوي المجيد ولاحظنا اليوم خلال الخطاب ديال صاحب الجلاله اللي كيوجه دائما بمسيره بالمشاريع التي انجزها المغرب خلال هذه 24 سنه وكذلك التقدم والتطور الحاصل على جميع المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه تكلم عن الصحه تكلم عن المشاريع انجازات الشباب تكلم عن المنتخب المغربي والانجاز الذي حققه المنتخب المغربي والذي ابهر العالم ولكن ما ميز خطاب صاحب جلاله اليوم وهو الكلمة التي وجهها إلى الشعب الجزائري وإلى القيادة الجزائرية مرة أخرى يمد يده للجزائر وللشعب الجزائري لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا نحن شعب واحد مصيرنا واحد ومرة أخرى يبرهن صاحب جلالة على القيمة المميزة للعرش العلوي المجيد وبهذه المناسبة نتمنى لصاحب الجلالة الشفاء العاجل وكذلك للأسرة العلوية الشريفة وسائر الشعب المغربي وشكرا للجميع.